وقد فشل مجلس الأمن الدولي خلال جلسة طارئة بشأن الأوضاع في سوريا في تبني مشروع قرار يدين القصف الأمريكي الفرنسي البريطاني الأخير على سوريا، حيث لم يحصل القرار على عدد الأصوات المطلوبة حتى يتم استصداره. الجلسة شهدت أيضا تلاسنا بين التحالف الغربي لواشنطن وباريس ولندن والمعسكر الروسي الذي يضم الحكومة السورية. بدعوة روسية شهدت أروقة مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة تضمنت العديد من المعارك الدبلوماسية، وذلك من أجل إدانة الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على مواقع في سوريا. روسيا فشلت في الحصول على دعم مجلس الأمن لإدانة تلك الضربات العسكرية، وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن العمل العسكري للدول الغربية في سوريا جاء دون تفويض أممي وشكل انتهاكا للقانون الدولي. أعتقد أن روسيا كانت على صواب حين قالت بأن النظام السوري لا يمتلك أسلحة كيميائية. نحن نرى جميعا أنه لا يوجد أهداف من الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة بمشاركة فرنسا وبريطانيا، ويجب على الولايات المتحدة أن تقدم أدلة قاطعة تؤكد استخدام النظام السوري لأسلحة كيميائية ضد المدنيين في سوريا. وفي المقابل قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إن الغارات لم تهدف للانتقام أو للعقاب، بل لردع أي استخدام للسلاح الكيماوي. إن الأهداف التي اخترناها كانت في قلب البرنامج السوري غير الشرعي لتطوير أسلحة كيماوية، وحاولنا استخدام كل الوسائل الدبلوماسية للتخلص من ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية. لم نعطي الدبلوماسية فرصة واحدة بل مرة بعد أخرى 6 مرات، وهذه المرات التي استخدم فيها الجانب الروسي حق الفيتو. فيما أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن دمشق لن تسمح لأي تدخل خارجي أن يرسم مستقبلها. فإن صواريخها وبوارجها وطائراتها لن تثنينا ولن تكسر إرادتنا وتصميمنا على القضاء على إرهابكم، ولن تثني شعبنا السوري عن تحقيق مستقبله السياسي بنفسه ودون تدخل خارجي من أحد. نعيدها للمرة الألف، لن نسمح لأي تدخل خارجي أن يرسم مستقبلنا. من جهتها أكدت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس أن العمل العسكري في سوريا كان ضروريا ومتناسبا، كما كشف المندوب الفرنسي الدائم في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر أن باريس وواشنطن ولندن ستتقدم بمشروع قانون بشأن سوريا، واصفا الفيتو الروسي بأنه خيانة لتعهد موسكو بتدمير ترسانة النظام الكيماوية. وشنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هجوما صاروخيا ضد ما زعمت أنه أماكن تصنيع الأسلحة الكيماوية التي استخدمت في هجوم مدينة دوما السورية.